مرحبا، السلام عليكم، كيفكم يا جماعه؟ كل بخير. احبكم. ايه ده؟ يا جماعه، اول صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى اله وسلم. يا جماعه، اوكي، نحن تافهين كثير، عم نقطع كثير، عم نسوي شغلات كثير تافهه. المهم، بس ما بعرف يا جماعه سبب القطعه. انت لا يا جماعه، جد والله العظيم هالفتره اللي عدت اخوي رامي كان كثير مكتئب، ما ادري ليش. كان الكاميرا عم تنزل شوي لتحت. تنزل. ربي يسعدكم. طبعا يا جماعه، مثل ما حكى هو كذاب كثير ترى، يعني ما مو بس ودي شل شو القصه علي، عرفتوا؟ طب اوكي، انا مكتئب، انت ايش عم تساوي؟ انا بحميك مشان تقوم. بحمسك يعني شيء بحميك؟ بحمسك يعني ايش بك؟ اوكي، المهم ليش ما عم تصور انت طيب؟ يعني جاي اصور لحالي؟ ايه صرخ لي بصور معك. بفتح قناه يا جماعه. لا، في قناة الرياكشن كنت اصور فيها لحالي انا لما انت كنت ما تصور. اوكي، قناة الرياكشن رح بلش فيها انا اشتغل. حلو، اتفقنا. رح اسوي لكم. يلا، انت مو مالك مكتئب؟ لا. بدها تصور انه على اساس انه انا الحق علي بقطع، مو؟ انا الحق علي. ايه. المهم يا جماعة، ربي يسعدكم. اليوم التحدي هو بثلاثة بواحد، يعني شلون؟ رح اقول لكم ثلاث تحديات بواحد. شلون؟ انت شرح، ما بتعرف تشرح، بدك تفتح قناة لحالك. المهم، ربي يستر يا جماعه، اليوم الفيديو فيه ثلاث تحديات. طبعا يا جماعه، تحدي اول طبعا اللي بجيبه نقطه مثلا لاخوي محمد، التحدي الثاني مثلا نقطه كمان لالي، فضل التحدي الثالث مثال، يعني انا بحكي كله هذا مثال. التحدي الثالث راح يكون الحاسم بيناتنا وراح يكون في عقوبه بالنهايه. تماما. المهم يا جماعه، هذا هو التحدي ان شاء الله. هذا هو التحدي. هاي الفكره. خلينا نبلش. كل تحدي بتحدي مش راح يكون عنه. ربي يستر يا جماعه. طبعا التحدي الاول كالشكل التالي. بس طالع اول شيء تليفوني مشان انا اخذ راحتي بالبركه. طبعا يا جماعه، مثل ما انتم شايفين هون في معنا كاسه فاضيه. هاي الكاسه فاضيه مثل ما انتم شايفين، عمال مليانه. يعني شوف فاضيه. شوف احنا نعبيها. اوكي، مضطرين تعبونا، ما بعرف ليش. المهم، ربي يسعدكم يا جماعه. طبعا مثل ما انتم شايفين الكاسه عبيناها هلا، صار فيها تقريبا ثلاث ارباعها. راح نحط الكاسه هون على المحرمه. انا واخوي محمد راح يعطيني هاي المي. اخوي محمد راح انا اكب شوي بقلبه. لا تكب. لا. اوكي، مثلا يعني. ايه، كب انت كمان. انا بكب كمان. اخوي محمد كمان كذلك الامر، لحتى نوصل لمرحله تتعبى الكاسه. نشوف مين بدك تكب معه، وراح نشوف مين راح تكب معه، انا ولا اخوي محمد. يعني راح تكون قصه فيها عصب وتركيز كثير. تمام. جاهز؟ حجر ورق عصمين بلش قبل. بلش انا، انت مين بدك؟ اوكي. اوخ، لا طب تاخذ لك هي. ما بصير. وقفت والله ما بصير. ما علاقة. يلا بلش. يلا، مو انت هي. يلا يا ربي دخيلك. انا ايدي بترجف. اوووه يا رب. هات لنشوف. الله، هات اللي عندك. بص، سيك. لا تنزل الطاولة، شيل ايدك من الطاولة تماما، لا تقرب على الطاولة. هي خالصة حميدة. يلا. ما اظن رح اخسر والله. يلا، مو عم تساوي نجاسة؟ يلا. لا تحط، لا تحط. يلا 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 يلا. رامي بس بشرفك. سيك. يا حسن. يلا. يا حرام. يسعد الله. يا حرام. يسعد الله. شوف المنظر، والله المي فوق الكاسي. قسم بالله المي فوق الكاسي. يا حرام. اقسم بالله المي فوق الكاسي. يلا العب. المي فوق الكاسي فعليا.
فعليا انه في رح ورجيكم مشان ما تقولوا اذا خسرت يقولوا فاشل. رح ورجيكم بس اوكي قبل ما اورجي قبل ما نبلش شوفوا انتوا بس لان انتوا ما مبين عندكم من هنيك مثل ما مبين من هون شايفين بينات بسم الله المي شايفين خطط مكان الكاسه بسوق صورني وانا بكب هاللحظات اللحظات خليها تكون موثقه كامله اوكي قبل الخساره صوره مبين علي خسران صح يلا يلا يا حظي من حظي مالي حظ مني لا 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 لك ما اريد باكر يجي يا لا هالمره صارت والله العظيم صارت كثير مش عارف تفرج 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 العب 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 روح 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 صورة بالخسارة يلا واحدة بعد الخسارة هو 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 طبعا يا جماعة نزلت مي مودي صورة صورة بعد الخسارة صورة بعد الخسارة صورة بعد الخسارة اوكي حلو ربي يستر يا جماعة التحدي الثاني التحدي الثاني طبعا يا جماعة هون في عندنا كاسة فيها شغلات ترتيب ايدي يعني شايف كيف كيفكم شوفوا يا جماعة المكونات اللي فيها انا اسف ما صورت بس والله بعد ما صورت قلت كان لازم اكون مصور فيها شوكولا زائد كاكاو زائد نعناع زائد محل ليمون زائد فليفلي زائد يعني خلطة سحرية يعني ايش بخطر على بالكم؟ شي حلو شي لفان زائد بن زائد سكر اوكي يلا زائد ملح يعني مشكلة شايفين؟ هاي هي وهي لونها وهاللونها جدا مقرف كثير حسه ابدا طب يلا دي حتى ريحتها مي نظاميه طبعا هون في عندنا ورق اسكمبيل الفكره راح احط الاسكمبيل هيك تمام حلو اخوي محمد راح ينفخ ننفخ انا راح انفخ هو راح ينفخ انا راح انفخ تمام هيك لحتى مثلا يوصل التم ورقه اول طبعا لازم كل ما تنفخ اقل شيء تطب ورقه تماما حلو اذا ما طبت ورقه تعيد النفخه تعيد النفخه فمشان هيك ربي يسعدكم مجبر اوكي فانه لما تحتاج اخر ورقه او اخر ورقتين او يعني كذا فانه لازم تطب ورقه منهم فانه كثير بشع يلا جاهز جاهز بسم الله الرحمن الرحيم انا كثير حماس وكثير متحمس انت جاهز جاهز يلا اوكي مين بده يبلش قبل عادي هو ما مشي بالذوق واو اوف خطرت ما كان لازم هيك بسرعه كأني ما بغير ورقتين والله هيك صغير في ورقة غيرها؟ ما بعرف انفخ اثنين صفر التحدي الثالث ليش؟ بس رح نساوي التحدي الثالث مع كل هذا لأن التحدي الثالث كمان كتير حماس فإنه اوكي ربحت انا وانا التحدي هلا خالص قطعت يعني القصه خلص انتهت بالنسبه لي شراب حمودي 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 عمري والله العظيم اقسم بالله بتقرف لاني انا مسوي كمان بينك يعني مشتغل انا لما بسوي شغله طيبه بشتغل عليها كثير منيح لما بسوي شغله لا هيدا هي سريعه ليش هيدا؟ اه ليش؟ اذا ربحت انت تمام؟ اذا ربحت انت بشرب تنتين يعني اذا ربحت انت ما شربت تنتين اعطيني شيء بتبوس اجري بلعب معه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ليش كويس الصراحه يا حرام يا
بعرف خلاص. اوكي هيك بناخذ صوره مصغره. يلا كان انفك جنب امي قديه بدك شايفها على شفافك. يلا دي اوكي جاهز؟ جاهز. بسم الله رح نلعب واحد اثنين ثلاثة. عرفتوا علي؟ يعني واحد بهالايد اثنين بهالايد ثلاثة بهالايد مكسرة التحدي. ما قلنا لكم شو التحدي، تحدي مكسرة بيني وبين اخوي. يلا دي يلا جاهز. مع العلم ما بعرف هو اللي اقترحه من الداعي بس انه ايزي. اه يلا واحد اثنين ثلاثة. يا حرام يلا بلح ما راح اخليك تطول معي حمودة. عم تحكي هذا الحكي بتعرف معناتها ايدي وجتني. يلا وانا كمان يلا. اذا خليك تطول معي بكون انا اوطى انسان في كرة الارضية. يلا لا يا بس واحد اثنين ثلاثة. ده مقصو لك. طولت معك. ايدي يلا بس لا تكذب انه ما حسنت رأسا تطبني. يلا لان لو تحسن رأسا تطبني كنت طبيتني. يلا اوكي بهالشغلة هو عنده قص منيح فيها. بدي راحت في داعي؟ نعم في داعي. يلا واحد اثنين دايو واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة فكرة لاني والله العظيم ايدي كثير عضلت. ترى انا كمان ايدي التنتين معضلين. انت مو انت بس عم تكسر انا كمان عم بكسر. ربي يسركم يا جماعة. اه والله ثابت ثابت من الكيسر صار لي زمان ماني متكيسر. اوكي حموده عقوبتك اتحكم فيك من هون لدقيقتين ونص اللي بدي اياه. حلو؟ هيك اشوف. حلو اللهم الاضاءة ما راح تكون كثير صح بس انه اوكي خلينا انا اعود هنيك احسن مشان اجيب لكم البيت كله. هيك صار رايح. ايه انزل على الارض بلش. اوكي امشي بالاربعة افتح لك فتلة. يلا تعال من دون هاي الحركات ما بلعب ما بكفي. تعال ما بكفي ما بكفي. تعال ما بكفي. تعال ما بكفي. تعال ما بكفي. امشي بالاربعة طيب. اسمع حسيت لك جاري جبت لي اكتب معك. يلا حمودي هاي العقوبة ما بصير ما راح انفذ لك انا. ما عادي لا تنفذ اذا اعطيتك هيك شيء لا تنفذ. يلا ليش اشبعك مو انا اخوك؟ طز ما في حدا غريب. طز طز فيني؟ جد؟ والله جدين غريبة. قوم واقف حالك قوم واقف حالك واقف حالك اضرب لي حالك كفين ما يخرج ابو مي اضرب لك اضرب على السوا انت عم تضرب اضرب على السوا. ايوه ايوه رجع اضرب حالك كفين بس قاوم هذول. اوه ايوه اوه اقتل مع حالك قول ليش عم تضربني ساوي لي انفصام شخصيه. يلا اقتل مع حالك. ايه ايوه اوكي ايه احكي معه قول له لعب دروب لعب دروب لك ايه لعب دروب انك لعب دروب لك لعب دروب لك شوفوا المجنون شوفوا شده مجنون جد بي. يلا كمل كمل حمودي ايش بيرك انت بس جبيرك بطل مثل الاولاد ايش بيرك ايدي هاي سويت لك ارض استعراض حاج. يلا نط مثل الكنغر هسه في معي وقت نط مثل الكنغر. لا لا الكنغر ايوه 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 حلو حلو تعال عندي. كمان قول لي لا وايه يلا يلا بدك تنفذ هذا
اذا ما نفذت ما راح نفذ لك. ها بوس على السوا بوس على السوا بوس. هي شغله الاصبع ما اصبع ما بوس ما بعد ما بمشي. يلا تعال هون ثلاث مرات. يلا ضروري هاوستر. اوكي يا جماعه ربي شكرا. والله العظيم اول مره بشوفه منزعج مع اخوي. بس كثير حبيت كثير انبسطت كثير فرحت معكم. نشوفكم فيديو جديد. كان معكم احكي معهم محمد مصلي ورامي و السلام عليكم. بس مو هيك تعطيني بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقه مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقه.